السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلاب المرحلة الرابعة. أرحب بكم بدرس جديد وياكم الأستاذ محمد النوفلي، واليوم إن شاء الله راح أشرح لكم موضوع اسمه الكون كود. طيب شنو معنى الكون كود؟ شوفوا كلمة كون كود يعني أقرب ترجمة عليها باللغة العربية بهذا الموضوع، خلينا نقول عليها نقدر نقول عليها التوافق. التوافق يعني شنو التوافق؟ التوافق بين عنصرين اثنين وفقا للقواعد. يعني شلون؟ يعني باوع لي وياي، انا الان عندي هنا فاعل، طيب زائدا فعل، زائدا فعل، اوكي زائدا تكمله، مثال هذا بسيط. هل التوافق معناه أن الجمع والمفرد؟ جواب لا، التوافق بكل حالاته. يعني شلون؟ يعني قد يكون على سبيل المثال، أنا لو جيت على جملة we، مثال بسيط، خلينا نقول we. طيب الآن هذه الوي طبعا جمع، لذلك راح تأخذ شكل شيء يدل على الجمع، مو يعني راح تأخذ مثلا هذا، وراح تأخذ مثلا على سبيل المثال آر، وراح تأخذ إذا كجمع ممكن دو. طيب هذه توافق، هذا حالة من حالات التوافق. قد يكون التوافق بين المذكر والمؤنث، يعني على سبيل المثال أنا لو جلت وقلت ماري، طبعا كلمة ماري بني عربي معناها مريم، ماري is studying English. طيب ماري تدرس اللغة الإنجليزية. الآن الفاعل اللي راح أبدأ بجملة جديدة لازم أقول شي، مو صحيح؟ عفية زين. إذن هذا ماري لأنها بنت، فأنا اختاريت هنا شي، لذلك هذا هو المقصود بالتوافق. ماري بنية لازم اختار لها شي، هذا أيضا نسميه كونكورد. كونكورد له أنواع كثيرة جدا، راح نأخذ هسه شوي كلهم بس حتى أوضح لكم أكثر. أعطيكم مثال آخر، بس هنا أكو شغلة مهمة جدا. أنت قد يبدو أن الموضوع سخيف عليك، بس الموضوع بأبعاد أكثر من هذا الشيء. يعني شلون؟ يعني مثلا كلمة نيوز، كلمة نيوز هذه مفرد تأخذ إز، قد يبدو أنك الموضوع سخيف، نيوز هذا مفرد يأخذ إز، دير بالك. مثلا عندنا كلمة توم أند جيري، توم أند جيري هذه تعتبر مفرد، نقول إز أو نقول هاز، فلا يعني لا تستهين بالموضوع، ترى الموضوع بأبعاد أكبر من هذا الشيء. السؤال المهم، شلون يجيني هذا السؤال بالامتحان علي؟ طيب أولاً أول سؤال يجيك بالامتحان، السؤال الأول اللي يجي عليك يجيب لك جملة عيني ويقول لك correct صحح. اثنين ممكن يجيب لك choose اختار، وهاي ما تجي غير بالأخير من هاي بالفاينل، ماكو لما الاستاذ مضطر انه يجيب اسئله هوائي فيجيب اختيارات، لان ما يقدر يجيب لكم شيء بسيط يعني، فبيجيب لكم شيء صعب كله صعب، فلازم يجيب اختيارات، هاي تجي اخر شيء بالفاينل دائما. ثالثا ممكن تجيني ايضا بايش؟ ممكن يجيك شلون يعني بعباره ناقش واي، لماذا يعني اريد من عندك شرح، وهذا الشيء هسه راح ناخذه بالكتاب انا ياكم وافهمكم شلون الطريقه مالته. زين يعني ممكن يقول لك ناقش، يعني على سبيل المثال يجيب لك جملة ويقول لك شنو هو الاختيار المناسب ووضح ذلك مثلا. فهذه ثلاث أسئلة تقريبا دائما تجي بها بالامتحان، يعني غالبا ما تجي بهذه الطريقة. المهم احنا راح ناخذ أنواع كليته ونفهمكم شنو هو سالفته. يلا خليكم ويانا، خلونا نروح على الشرح على الكتاب. ننتقل الآن إلى الكونكورد ونشوف الأمثلة. طيب أول حالة عندي subject verb concord، يعني التوافق ما بين الفاعل والفعل. الآن my daughter هي مفرد ضفنا اس الشخص الثالث، وهذا هو بحد ذاته هو concord. my daughters جمع، فأنا قدت watch.
فعل مجرد خليته، لأنه بالمضارع البسيط إذا كان الفاعل مفرد أنا لازم أضيف الشخص الثالث، وإذا كان الفاعل جمع لازم أحط الفعل مجرد. لذلك هنا هسه عندي concord. طيب الآن يقول if the subject is a clause it counts as a singular. باعوا how they got there، كيف هم وصلوا هنالك، هذا كله مفرد راح أقول does. يعني هاي الجملة كلها بمثابة يعني it، شلون الit فقلنا does. زين أنا شلون راح أعرف how they got there أن من المعنى، يعني لو جيت على المعنى أنت كيف وصلوا هنالك لا يهمني، إذن كيف وصلوا هنالك هي مفرد بين ترى واضحة. to treat them as slaves معاملتهم كعبيد مفرد is أنا human أنه عمل غير إنساني. طيب باوعولي after the exam بعد الامتحان هاي كلها مفرد تعتبر is. فشوفوا ليش أنا قلت لكم الموضوع إلى أبعاد. the news news تعتبر مفرد فنقول is، ما أقول the news are. هذه الكلمات كلها تعتبر مفرد حفظوا إياها زين. كل هذه الكلمات بالرغم من أن بها أسئلة أنها تعامل معاملة المفرد فنقول is وhas وإلى آخره. أيضا عندنا هاي الكلمات كلها تأخذ مفرد، ممكن يجيك سؤال بالامتحان يقول لك linguistics are، linguistics are يقول لك صحيح الجملة، طبعا أنت هنا لازم تقول linguistics is لأن linguistics تعتبر مفرد فانتبهوا لي على هاي الموضوع. ايضا هاي الكلمات كلها تعتبر مفرد حفظوا اياها، مهم جدا اخذوا لها سكرين ولازم تنتبهوا عليه. طيب بعد ايش عندنا؟ ها هسه عندنا هنا كلمات ثنائيه، طبعا مثل ما كتبت لكم على السبوره توم وجيري، ذول توم وجيري اثنين فبس هم باعتبار فلان كرتون يعني وحده هيك بنقول عليهم از. وور اند بيس الحرب والسلام هذا ثنائي يعتبر، يعني شلون سويه جايين فنقول عليهم از وإلى آخره. طبعاً هاي الحالات كلها تنحفظ لازم تعرف ليها أنها مفرد. طيب يقول the principles of grammatical concord بوعول هنا زين على فرد نقطة مهمة. the governments have broken all their promises الحكومة حط هنا الحكومة تعامل معاملة الجمع فلذلك قلنا have فانتبهوا لي. طبعاً هاي الأمثلة كلها تنقري. the team كلمة team ممكن نقول عليها فريق مفرد ممكن تكون هي جمع، فالحالتين هي تعتبر جمع وتعتبر مفرد. في أحد الجامعات مرة أستاذ جايب يقول the team have بعدين حاط شارحة قال the team has which is the correct and explain أيهما صحيح و explain ووضح ذلك. طبعا الجواب إن اثنيناتهم صحيحات لأن الفعل team يعتبر شلون إحنا إيش نسميه بالله نسيت إيش يسمونه collective nouns أسماء اللي هي ممكن تدل على الجمع والمفرد. طيب أيضا أنا عندي اللي هو يسمون proximity concord. طبعا هذا اللي proximity concord means the agreement of the verb whatever noun or a pronoun closely preceded it. فأقول هنا no one expect his own supporters agree. الآن هذني هاي الجملة كليتها الفاعل الرئيسي مال هاي الجملة هو شنو؟ supporters لذلك قلنا agree ما حطينا اس الشخص الثالث. هنا انا اقول physics as well as chemistry يعني الفيزياء والكيمياء، طبعا انا قاعد احكي عن الكيمياء فاقول is. وهنا اكو حالات لازم نركز عليها collocative nouns coordination وindefinite expressions of amount أغلبها موجودات بالكتاب. عندنا مثل كلمة audience ممكن تدل على المفرد وتدل على الجمع أيضا لها حالتين لازم تعرفوا لي. طبعا هاي المواضيع جدا مهمة ولازم نعرف أنه بهاي الحالات شلون نقدر نختار إذا الكلمة جمع أو مفرد. ركزوني على الحالات اللي قاعد أقولها لكم أنا، يعني مثلا على سبيل المثال all of the milk كلمة milk مفرد فأنا أقول has. طيب وهذه all of ما لك علاقة بي. All of the books ما لك علاقة بيها تحكي على books فنقول where فهيك اللي أقصد أنا. Some of the bread مفرد تأخذ is. طيب وسم هاي مو جمع ما لنا علاقة بيها فركز لي على اللي بيجي كي هنا some of. طيب ركز لي على الشيء اللي قاعد نحكي عنه. طيب أيضا عندي أني concord of person اللي هو الموافقة والتوافق على الأعداد
I am, I مفرد تأخذ am, he مفرد تأخذ is. هذا كلها تدل على عدد. بعد والله شعدنا. It is I who am. I تأخذ am. هذا التوافق يعني. My child is. My children are. شوفوا هذا كلها التوافق. I consider my child an angel. I consider my children are angels. طبعا هاي الان دلالة على المفرد. هنا صار الجمع ما حطينا ان. فإذا جاب لك جملة وقال لك سوي ليها plural مثلا لازم تحذف لان. كل شيء وارد. كل شيء ممكن يجي. كل شيء ممكن يجي. طيب بعد ايش عندنا؟ مثلا هي انجرد هيم سيلف انا قاعد احكي عن الهي هذا هنا توافق الضمائر انا هي لازم اقول هيم سيلف شي لازم اقول هير سيلف يو لازم اقول يور سيلف فانا من اقول شي لازم اقول هير سيلف بنت ذي لازم اقول ذير اون ذا نيفي اقول ذيم سيلفز فهذا القصد يعني قلت لكم عليه ببدايه الفيديو علي هيز علي and سوها ذير ذا صاروا جمع راح لازم اقول ذير سوها وهير بنت بويز وذير جمع فهذا هو القصد بي everyone thinks they have answer he has هذا ما لكم علاقه عفوا everyone he بعد شنو عندنا بس ها هي سلامتكم الى هنا ينتهي موضوعنا اي سؤال او استفسار انا حاضر حاول اطلع اسئله الاستاذ مالتكم بالسنه الماضيه وتحلها ضروري جدا او تخلي احد يشرح لك اياها لان طريقه نمط السؤال تعتمد على حسب الاستاذ وشلون راح يجي الى هنا ينتهي درسنا اسال الله ان يوفقكم تحياتي لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.